وخلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت وزيرة التخطيط دكتور هالة سعيد أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث والشهور التسعة الأولى للعام المالي الجاري. كما أكدت وزيرة التخطيط ارتفاع معدل النمو بنحو 7.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2021-2022، فيما بلغ معدل النمو خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري 5.4%، كما أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو الحقيقي إلى 6.2% بنهاية هذا العام.